الفيلم ومع انه بيدور في مكان محدود في الفيلا، الا انه الكادرات فيه غنيه غنى كبير جدا، مرسومه بدقه كبيره جدا من اول لقطه في الفيلم. يعني صناع الفيلم كانوا مركزين قوي في كادراتهم وفي الاضاءه. معانا مدير تصوير حاجه بديعه، مصطفى الكاشف. اول فيلم طويل ليه. اول فيلم طويل ليه، هايل شغله، وكان فيه اهتمام بالغ وشغل في منتهى الدقه، فانا بشكرهم والله العظيم، شغل هايل. لجنه التحكيم اختارت الفايز لانه خلق عالم ساحر من خلال الكادرات والاضاءه اللي قدرت توصل لنا مشاعر ومعاني دراميه عميقه وحساسه بتعبر عن الحاله الانسانيه. And the award goes to مدير التصوير مصطفى الكاشف عن فيلم 19 بي. وتذهب الجائزة لمدير التصوير مصطفى الكاشف عن فيلم 19 بي. في خيط في الفيلم ده انه كل مهمش مش فاهم ان هو احيانا بيبقى في مهمش اقل منه شايفه حاجه كبيره وطمعان فيه. يرجع لانه الفيلم برضو سايب حته لانه احنا كل واحد يقعد يتخيل ويفكر، والحيوانات بتاعت الشارع مهمشين جدا من ناس كتير. مش لا بس بتهيألي هو سايب الرساله ديت مفتوحه ومش عيب، لان ما اعتقدش ان في غلط وصح. يعني احنا كلنا، يعني حتى نصر له منطق اللي هو بيبرقه قدام شخصه وقدام اللي يعرفوه وقدام اللي مقتنعين بيه وقدام اللي حاسينه، بس ما بيبرقوش قدام الحارس. زي ما غباء الحارس وجبنه ما بيبرقوش، انما في النهايه هو يعني في النهايه كله عنده مشاكله وكله عنده مأساته اللي هو حاسس بيها. بتاعت ده الموضوع. يعني حتى ما فيش فرق بين، اعتقد يعني استاذ احمد مش عايز يقول في الفيلم ان نصر هو الشرير بتاع الفيلم. هو مش الشرير بتاع الفيلم، هو شخصيه شايفه نفسها بطريقه وبتعيش بنفس الطريقه ديت، وما نعرفش هتوصلها لفين، ممكن توصلها للسجن. بس هو ده تهميش. وجبن الحارس مقعده في البيت اللي ممكن يتهد بيه. يعني الموضوع انا في اعتقادي انا كسيد الموضوع اعمق قوي. يعني الموضوع زي ما قلنا هو الافكار اللي فيه اكتر من الكلام اللي هو فيلم خفيف جدا. يعني انا حسيت انه الفيلم لطيف، يعني مش مكلكع، مش صعب، مش كل حد وصل له حاجه، كل حد طلع بفكره، كل حد شايف الفيلم من وجهه نظر، وهو مش صعب. ومش بس مش صعب، حتى كمان تنفيذه ما كانش صعب رغم انه كله حيوانات ولوكيشن واحد، ودي من اصعب الحاجات اللي ممكن تعمل في السينما ان يبقى في لوكيشن واحد بس بنصور فيه وحيوانات كتير. بس حقيقي احمد عبد الله ما حسسناش ان في اي حاجه صعبه خالص، وما حسناش ان المشاهد صعبه، وحسسنا ان الكلام ده كلامنا وبروفات كتير عشان فعلا الكلام ده يبقى كلامنا. ورغم انه صعب جدا ان احنا بقى بنصور في فيلا طول الفيلم، بس انت قلتي الكادرات حلوه ازاي، ما فيش مره زهقتي من اللوكيشن، ما فيش مره زهقتي من اللوكيشن. يعني هو استخدام المكان كان كويس، كان رائع. يعني الحجر الكبير ده كان حاجه كرتون وفوم وانت بتكسره تقيل ولا هو كان تقيل؟ معقوله يا استاذه؟ ما انا ممثلين جامدين. لا والله حقيقي، مش احنا عضلات برضو؟ لا اصل هو كان واضح ان في مجهود كبير جدا، بس ما اعرفش انتوا بتمثلوا انك بتزق الحجر ولا هو حجر حقيقي. بس انا جيت ساعدتكم بعدين بقى. لا تقيل. انا عاوز اعرف اجابه السؤال. تقيل جدا على فكره. تقيل جدا. وكان لما قررنا ان احنا ننقله من الشارع لاول البيت علشان امنع العربيه انها تدخل، كنت انا وسكر الاستاذ مجدي عامل دور جميل، كان نفسي يبقى معانا بس هو تعبان شويه. ومعايا. وبعدين جت مودي تساعدنا، واحنا الثلاثه بنعمله هو تقيل. انا لما عملته بقوتي العظيمه كده ورفعته كده، عمل دخان
اتبسطوا خالص. لا يعني احنا عندنا اداء تمثيلي واداء عضلي حركه في الفيلم. مع انتهاء المهرجان اللي ممكن يبقى بعد عرض قبل عرض الحلقه دي، يعني في تخيل انه في هيبقى في ريكوجنيشن او هيبقى في اعتراف، هيبقى في جايزه، ما متوقعين ده ولا لا، ولا خايفين تقولوا فما يحصلش؟ حلوة دي. متوقعين برضو ما بين ما بين التمني ايوه والانتظار، لان حاسس ان احنا الحمد لله كلنا عملنا اللي علينا. نفسي الفيلم ياخد جايزه بغض النظر جايزه ايه او بتاع، بس الفيلم اللي احنا تعبنا فيه يتقدر، ده شيء رائع. والان مع جائزه افضل فيلم عربي وقدرها 10,000 دولار تمنح لمنتج الفيلم. Best Arabic Film Award presented to the producer of the film. اجتمعت اللجنه على اختيار هذا الفيلم الذي كان له اثر عميق على مستويات عده، عكست القصه والسيناريو الفيلم الاسر تجربه اخراجيه خاصه بروح سينمائية استثنائية. الجائزة لأفضل فيلم عربي تذهب إلى 19 بيت. تذهب الجائزة إلى 19 بيه ويتسلمها المخرج أحمد عبد الله. ألف مبروك مرة تانية. جائزة فبريسكا وورد تذهب إلى 19 ب. وتذهب الجائزة إلى 19 ب ويتسلم الجائزة المخرج أحمد عبد الله. ألف مبروك للقائمين على العمل. And thank you to our jury members. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.